بنيجي نلاقي الرجل المريض اللي في المستشفى برضو معلق كأنه لا هنا وإيده مع مش عارف عمل إيه وكده يعني. فبيقولوا أنا قادر أمسح إيدي؟ ده أنا حتى إيدي مش قادر أمسح. روحنا على طول لمين؟ للملكية. طب اضرب مرة للوش ومرة للكفين بس يا عم، مفيش أسهل من كده. مرة للوش وده يؤكد لك ايه؟ أهمية الصلاة. شوف الصلاة مهمة قد ايه، حتى والراجل مريض هذا المرض برضه يصلي. يبقى إذن الصلاة خير موضوع، ويبقى الصلاة لها شأن عظيم عند الله، ويبقى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، حاجة مبدعة، لأنه مفيش دين في الأرض كده، مفيش دين في الأرض يسجد لله إلا المسلمون، محدش، معدش، خلصوا الصنف ده، خلص مفيش إلا المسلم بس هو الذي يسجد. ومش الكهنة والمشايخ والكده، لا، ده كل الخلق. مسلم يبقى لازم تصلي، مريض شوف لك وهتصلي، ست هتصلي، شاب هيصلي، شيخ هيصلي، متخرج من الأزهر هيصلي، ما تش متخرج من الأزهر هيصلي. يبقى هذا شيء من عند الله. لو ده كان الدين ده من عند سيدنا ما كانش خلى الصلاة كده، لأنه مش ممكن الصلاة دي تتعمل كده. إيه كل واحد يصلي دي إزاي يعني؟ طب ما هي نفعت، دي بتاعت ربنا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصلاة دي هي اللي وحدت الأمة، وهي ولذلك يقول لك إيه، من أهل القبلة. لما نيجي زعلانين من واحد بيخطرف كتير كده وبتاع، ويرد عليك يقول لك ايه، بس اصله من اهل القبلة يعني بيصلي. فالصلاة هي التي تميز الانسان الرباني من الانسان الاوانط. ممكن يكون بيصلي وبيعمل معصية، ننكر المعصية ولابد انه يستمر انه يصلي. لما تشوف حد بيصلي وبيعمل معصية أي شيء كانت، تقول له اترك المعصية، أو تقول له اترك الصلاة لأنك رجل عاصي، لا، الصلاة دي أساس، الصلاة دي عمود الخيمة، الصلاة دي هي اللي فيها القصة كلها.